ملاحقة مستمرة من قبل أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الضالعة في جرائم السرقات بكافة أنواعها لضبطهم تحقيقاً لردع العام. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من كشف غموض وقائع سرقات لعدد من السيارات بالجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية. ونجح في ضبط مرتكب تلك الوقائع الذين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومن ثم القيام بمساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب عدد من الوقائع بهذا الأسلوب بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كما أرشدوا عن السيارات المسروقة لدى عملاء لهم قاموا بتغيير ملامحها حتى لا يتم التعرف عليها وأمكن ضبطهم. ياسر كان بيجيب لي العربية وبقوم بتقطيعها وفكها وبيع أجزاء قطع غيار. وتعرف أصحاب السيارات المبلغ بسرقتها عليها كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة ضبط الجناه لينالوا جزاءهم. ما كنتش متخيل أن العربية هترجع بالسرعة ديت. بعد فترة وجيزة لقيتهم باحث السيارات بيكلموني بيقول لي حرقنا العربية بتاعتك، والعربية موجودة فعلا بالفعل موجودة عندهم. وحابب أقول إن أنا من المجهود اللي كنت شايف كنت متأكد إن أنا يعني المجهود ده هيطبق فعلا في إن هم يلاقوا السيارة بشكل سريع، وحابب طبعا إن أنا أشكرهم وأشكر رجال مباحث مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية على المجهود. وتستمر الجهود الأمنية في كشف غموض الجرائم بكافة أشكالها بما يحقق السيطرة الأمنية ويسهم في تراجع معدلات الجرائم المرتكبة. تحيا مصر.